الشيخ عمر أستاذي وكنا بنحضر الدروس بتاعته، هو اللي عرفنا بينا، هو اللي عرفنا بكل حاجة، وعرفنا الحق وعرفنا الظلم، وهو كان بيدافع عن الظلم وما كانش يسكت، وكان لا يخشى في الله لومة لائم، وكان دايما يقول كلمة الحق، ومحدش قدر يقف قدام حسني مبارك ويواجهه إلا هو الشيخ عمر. كلهم بقى واقفين يحاولوا الريس، وده كان تملي واقف ضده وبيقول كلمة الحق، وعلشان كده هو اضطهد وظلم، وحسني طرد من البلد وراح في أمريكا وحكم عليه، هو اللي شجعه ان هو ما يجيش مصر علشان هو كان بيقول كلمة الحق، وهما ما بيحبوش الحكام اللي يقول لهم كلمة الحق، لأن الحكام أمريكا اللي حكمهم ومشياهم، ودي ده رجل يريد أن يطبق شرع الله، يطبق دين الله، ولكن هو والشعب التف حواليه، فكل شيخ كان يقول كلمة حق والشعب يلتف حواليه، كان يحطوه في السجن يطفشوه ويضطهدوه ويضطهدوا الأسرة بتاعته، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منه. وبعدين هو في السجن دلوقتي لا حول لي ولا قوة حتى لله، وبعدين عار على الشعب المصري والمجلس العسكري إن مسلم وعلماء الأزهر بالذات، إن في مسلم مسكون بره وساكتين عليه لدلوقتي، المفروض دي كانت هم عمل الوقفات دي من أول الشيخ عمر ما دخل السجن، كان عمل الوقفات دي وما كانش سجن في أمريكا، عالم حامل للقرآن يهنوه في أمريكا الكفار ويصوروه ويعبثوا بيه ويعمل ويسلط عليه الأجهزة الصوت ولائحة الكريهة ويعذبوه، ومريض سكر وسابوه لما وصل للحالة اللي هو فيها دي. حسبنا الله ونعم الوكيل، هو اللي الله. وبعدين يكفي ان هو سيسته، شوف حسني دلوقتي هو مذلول وملاش كرامة، وكان عامل لأمريكا وخدم لأمريكا، عملت له أمريكا، لكن الشيخ كفاية كرامته عند الشعب وكرامته عند الله، ربنا يفك أسره إن شاء الله، يجيبوه لنا بالسلامة يا رب العالمين، ربنا ينتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. هم طول عمرهم الحكام كلهم عار، الحكام العرب عار وماشيين ورا أمريكا، حتى السعودية، حتى الملك راخر لما عمل فتح حساب جاري هنا لعوان مبارك عشان يسكت الثورة والثورة تخفى، واللي بيصرف عليها الملك بتاع السعودية اللي مطبق الشريعة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وريد